بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله راح نبلش بالتطعيم التين بالعين. الآن أفضل وقت للتطعيم جميع أصناف الأشجار اللي تتطعم بالعين. هذا الصنف اليوغسلافي هو من الأصناف القوية والمقاومة جدا، يعني أشجار راح تعطيك نتائج بالنمو جدا ممتازة. هذا الفرع صنف كادوتا حاليا شوية علي أقبال، صنف ما شاء الله روعة، صنف ممتاز جدا، غزير بالإنتاج وطعم معروف لدى محبين أصناف التين. دائما الصنف العسلي من أرقى الأصناف. فهذا شوفوا هذا الطعم، طعمناه على أصل اليوغسلافي. فإحنا راح شنو حنسوي؟ راح نطعم هذا الصنف الكالوتا على هذا الصنف بعدة فروع، يعني نسويها شتلة متعددة الأصناف. راح نطعم من عدها صنفين إن شاء الله، صنف الكادوتة وصنف القرية. تراقبوا النتائج إن شاء الله بعد 15-20 يوم من الآن. تحياتي والسلام الجميع، مع السلامة.